صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، ويا هلا مرحبا فيكم دائما وابدا عبر شاشتكم الوطنيه شاشه تلفزيون قطر. رمضان ايام قليله وينتهي ونودعه، وعسى الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المقبولين ومن عتقائه في هذا النار، عتقائه من النار في هذا الشهر. صبحك الله بالخير ابو جاسم. صباح الخير اخوي حسن، واهم شيء ان الانسان يكون في بركه، بركة في وقته، بركة في أيامه. ورمضان سبحان الله كل سنة يستشعر فيه الإنسان أن فيها بركة عليه وعلى العالم كله اللي هو عايش فيه. فرصة أنك تدعي، أنك تلتقي بالناس، أنك تشوف أشخاص قد يمكن اشتكت لهم، ففرصة لكثير من الأمور اللي قد تكون غايب أو لاهي عنها طول السنة. ولا إيش رأيك؟ نعم بالتأكيد، حالات رمضان مع ختامه وهذه الليالي العشر اللي فيها أعظم ليلة، ليلة القدر، واليوم نعيش ليلة الفردية، آخر ليلة فردية من هذا الشهر، ليلة 29، وهذه الأجواء الجميلة اللي شفناها، الأجواء الروحانية شفنا في يعني أحد المواقع نديب قطر، وهو مسجل هذه اللقطات الجميلة لجموع المصلين ليلة 27 بمختلف مساجد الدولة، وهذا يدل على الوعي العالي لدى المجتمع بأهمية هذه الأيام وأهمية هذه الليالي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاهم وصلاتهم وقيامهم. دام طريت الصلاة، والصلاة هي أساس في رمضان وبر رمضان، تبارك الله شفنا مو بس وعي، شفنا الدين الحقيقي في قطر خلال هذه الأيام. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. من الخطأ أن الإنسان يقول مشغول، لاهي، تعبان، عقب أصلي. ما يصير الواحد يأخذ مثل هذه الأعذار لما ربك يأمرك بالصلاة، فعذر قد يكون أقبح من ذنب. الصلاة له وقت، واللي يقطع هذه الصلة اللي بينه وبين رب العالمين لابد يقطع علاقته في الشخص نفسه، لأن هذه صلة بينك وبين ربك ولها وقت لابد تلتزم فيه. يحضرني شخص في بالي الآن، رحمة الله عليه، محمد عبد الرحيم الأنصاري، مسجده في العزيزية، وتعودنا نحن نصلي عنده في فريجنا، حريص أنه هو كان يأجل وقت الصلاة أو يأخرها شوي علشان يشوف رواد المسجد نفسه أنهم يصلون. كان حريص أنه هو يشوف الكل موجود، فاللي ما لحق يصلي في مسجده كان يقول المسجد اللي أنا بنيته يعني موجود وممكن تلحقون على صلاتكم وتأدونها. من توفى هذه العادة خذاها الإمام. من بعد ذلك صارت عادة في المسجد، إذا أنت تأخرت من المسايد لحذاك اللي في الفريج عندك هذا المسجد موجود. فهذا هو الأثر الطيب، أتمنى كل إنسان فينا يترك هذا الأثر، مش بس على مستوى أنه بنى مسجد أو
حريص على سجاد مثل ما كان محمد عبد الرحيم الأنصاري على ذلك، أو وجود موقف في المسجد، هي العبرة بموقفك تجاه دينك. أنت شو اللي تركته من بعد ذلك؟ نعم. من أثر الكل ممكن يتكلم عنه. اللهم لك الحمد. أيضا ما ننسى يعني دائما هالقطار محمد جاسم، محمد أخوي أبو جاسم، إنه دائما سباقين للخير. صح. يعني منذ أيام قليلة ليلتين كان هناك تحدي بناء أكبر مركز للأيتام في العالم، والحمد لله تم تجميع المبلغ اللي كان الهدف يسعون إليه، ولله الحمد. فشكرا على نعمة هذا البلد وهذا المجتمع اللي يحافظ على دينه وعلى إيمانه وعاداته وتقاليده. محمد، خلنا نبتدي اليوم مع أول فقراتنا، واليوم وزارة الشباب والرياضة. احنا نتكلم عن يوم عالمي نحتفل فيه ولا موضوع ثاني؟ لا، موضوع ثاني. خلنا نتكلم اليوم عن يعني مشاهدينا الكرام، انطلاقا من كون الشاب القطري الذي يعتز بوطنيته وهويته اللي يعتز بها، وهو جزء أصيل فعال للمكون الشاب القطري، جزء أصيل وفاعل في المكون الشبابي العربي، يمكنه أن يلعب دورا مؤثرا في هذا المحيط. احنا نتكلم ايضا عن إدارة الشؤون الشبابية ووزارة الرياضة والشباب في غبقر رمضانية جميلة اللي صارت على يومين منفصلين. ودنا نرحب ايضا بضيفتنا اللي مشرفتنا، وحلوة هذه الغبقات اللي تجمع ايضا الموظفين او المشاركين او من المتطوعين الشباب. الاخت فاطمة حسن الماجد، خريجة لبرنامج فزعة شباب لدعم، حياك الله معنا. الله يحييكم، صبحكم الله بالخير، واشكركم على حسن الاستضافة. يا حياك الله. خلنا اليوم نتكلم عن هذه الغبقة، أهميتها والهدف من إقامتها. الهدف من الغبقة اللي سوتها وزارة الرياضة والشباب الخاصة من إدارة الشؤون الشبابية إنها تجمعنا من جد وجديد من برامج مختلفة، لأن الوزارة فيها العديد من البرامج، من ضمنها فزعة شباب لدعم وسفراء الأدعم، بالإضافة إلى جلسات محاكاة مجلس الشورى. فإحنا ما نلتقي في البرامج، لما نكون في برنامجنا ما نلتقي مع البرامج الثانية، ولكن في مثل هالمناسبات إحنا نلتقي فيهم ونشوف شنو المبادرات اللي عندهم. بالإضافة إلى ذلك يكونوا موجودين رؤساء ومدراء المراكز الشبابية، يتعرفون علينا كشباب وشابات ويشوفون شنو المبادرات اللي عندنا ويأخذون من خبراتنا ويستفيدون منها في مراكزهم. حلو. غبقة حلوة سووها تبارك الله الوزارة للشباب. صحيح. شو اللي شفتيه من الشباب الفترة الأخيرة بارز أنتم كسفراء شباب الأدعم؟ ونوصل التحية لأختنا خديجة أبو حليقة على دورها أيضا في ذلك. طبعاً. كوني خريجة من برنامج فزعة شباب الأدعم المختلف كليا عن سفراء الأدعم، قاعد ألاحظ أن الشباب ما شاء الله عليهم صار عندهم وعي. الوزارة ما قصرت والدولة بعد ما قصرت، كل ذلك بسبب القيادة الرشيدة من الحكومة، لأنها قاعدة توفر العديد من البرامج المجانية، واللي ما تكون بس في دولة قطر، بالعكس في برامج فيها نكون إحنا نسافر برا. ممكن نعرف الفرق بين فزعة شباب الأدعم وسفراء الأدعم؟ إيه، فزعة شباب الأدعم اللي أنا شاركت فيه متعلق في تنمية الإنسان، في التنمية الإنسانية والتنموية. أي. اللي هي الأهداف التنمية المستدامة. فإحنا كنا على مدار كذا شهر نشتغل مع مؤسسة قطر الخيرية أن إحنا نسوي مبادرة. هالمبادرة في إحدى الدول اللي حولنا وحوالينا اللي محتاجة موضوع معين في التنمية، مثلاً الأصحاح، المياه وما إلى ذلك. أما سفراء الأدعم فهو تأهيل الشباب أنهم بكرة يمثلون دولة قطر في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية داخل دولة قطر وخارجها. جميل جداً. يعني إحنا شفنا الوزارة قامت بهذه الغبقة، غبقة بتاريخ 20 مارس. صحيح. للفتيات، وغبقة بتاريخ 27 مارس للشباب والفتيان. فعلا. اليوم أنت يوم تواجدتي في هذه الغبقة شفتي زملائك من سفراء الأدعم، فزعة شباب الأدعم، تواجدكم اليوم مع بعض والتبادل ما بين الأفكار، خلينا نتكلم عن هذا الاجتماع الجميل. والله الاجتماع كان حلو، لأن إحنا جايين من مختلف التخصصات ومن مختلف جهات العمل. فأنت لما تقعد مع شاب مثلك في تخصص مختلف، مثلاً أنا توجهي قانوني، زملائي إدارة واقتصاد ومن مختلف التخصصات مثل ما قلت. فإحنا لما نشوف شنو المبادرات اللي عندهم في الدولة، نشوف شنو الأشياء اللي إحنا نحتاجهم
شنو اللي احنا نحتاجهم كشباب بالدولة، شنو اللي ناقصنا عشان احنا نكون متمكنين فيه اكثر، او الافراد اللي في المجتمع شنو اللي ناقصهم كذلك. انا طبعا اتكلم اليوم عن فزعة شباب الادعم، وهي واحدة من اعداد القيادات الشبابية في العمل الانساني والتنموي. حلو لما احنا نشوف شبابنا مختصين بهذا الامر، والتعاون ايضا ما بين الجهات المعنية في الدولة سواء قطر الخيرية او غيره، أو وجود مشاريع إنسانية. إحنا ممكن نشوف جهات تلعب دور فيها، لكن الأفراد لما يكون لهم الدور إيش كثر طبعاً. مهم دور الأفراد مهم، لأن الدولة قائمة بجنود أبنائها. يعني لولا دور الأبناء لما قامت الأمم. فدور الشباب مهم، وأنا أنصح جميع الشباب الموجودين يعني واللي يسمعونا أنهم يقتنصون الفرصة ويشوفون الدولة شنو مقدمة لهم من برامج ويقتنصونها، لأن هي مثل ما قلت لكم مجانية، وعلى مدار كل سنة في العديد من البرامج. جميل جميل. طيب البرامج اللي انت تذكرينها الحين، خلينا نتكلم على البرامج الاساسيه اللي كانت موجوده والبرامج الجديده ان شاء الله اللي راح تعقد، اللي هي تابعه حق وزاره الشباب والرياضه. البرامج الاستراتيجيه الاساسيه الدائمه هي مثل ما ذكرتها، فزعه شباب الادعم النسخه الاولى اللي انا خريجه منها، في نسخه ثانيه ان شاء الله راح تطرح بعد العيد، جلسات محاكاة مجلس الشورى اللي هو يعرفون الشباب عن دور مجلس الشورى. مثل ما قلنا لكم هو مجلس الشورى يعني شيء جديد علينا، أقيم للمرة الأولى، فهم يعرفون الشباب على دور أعضاء مجلس الشورى وشلون تتم الانتخابات وشلون تكون جلساتهم، فيعني حتى المقر يكون التدريب مقر مجلس الشورى. وكذلك سفراء الأدعم صارت نسخة ثالثة، وإن شاء الله في نسخة رابعة، وجلسة المحاكاة فيها نسختين، وإن شاء الله بعد العيد راح يطرحون النسخة الثالثة. خلوا عيونكم على وزارة الرياضة والشباب على مواقع التواصل الاجتماعي عشان تشوفون مواعيد التسجيل وتشاركون. إحنا لما بنتكلم عن الإنسان نفسه نحط دور الجهات في جانب، نتكلم عن جهد الشخص الآن بحد ذاته. كنت خريجة في عام 2015 من كوادر مالية. صحيح. لو برجع بالذكرى لهذا العام إلى اليوم، شلون الواحد يمكن يستثمر من ماله إلى ما ينفع مجتمعه أو المجتمعات الأخرى اللي ممكن تمر في ظروف يكون له دور إنساني فيها؟ والله يعني الإنسان يقدر يخصص جزء من أمواله عن طريق التوفير وما شابه ذلك، وعشان ينمي المجتمع. في برامج وايد وجهات وايد تطلب منا ندعمها في امور معينه، كفالة مثل الايتام. كفاله الايتام مثل ما قلت، واحد ما شاء الله يعني دوله قطر اللي صار من يومين انهم حصلوا 50 مليون في 3 ساعات، هذا يعني بجهد الدوله وجهد الاشخاص نفسهم هم اللي تبرعوا، يعني جزاهم الله خير والله يكتب اجرهم جميعا. آمين إن شاء الله. اليوم يعني دور الدولة في توفير الفرص للشباب لإطلاق إبداعاتهم. صحيح. شلون أنت شفتي بلادنا قطر؟ هل هي يعني دولة حاضنة لمثل هذه الأفكار، مثل هذه الإبداعات التي تساعد الشباب على الانطلاق نحو المستقبل؟ من خلال مشاركتي في عدة برامج سواء التابعة حق وزارة الرياضة والشباب أو الجهات الأخرى، قاعدة ألاحظ أن الدولة صار فيها زيادة وعي أكثر. مثل ما قلت لكم من ساعة أن الشباب هم بنات المجتمع، وأكيد أنتم تذكرون رؤية قطر 2030 طبعاً اللي من ضمنها التنمية البشرية، يعني شيء مهم هم قاعدين يمكنون الأجيال القادمة. صح. لنشر رسالة مهمة من تمكين ودعم الشباب. شلون القانون وياك؟ الحمد لله. عادي مشتاقة ترجعين للقانون وتمارسين؟ لا أنا موجودة بالقانون. موجودة. أنا شغلي في المجال القانوني. حلو. أنا مش موظفة في وزارة الرياضة والشباب، ولكن تمثلينهم كشباب. أمثلهم إن شاء الله خير تمثيل إن شاء الله. السؤال الآن، تبارك الله لك الدور مع الوزارة، لك الدور في القانون، لكن في قبل سنة سنتين كنت حاصلة على جائزة الشاب الخريج. نعم. المميز. صحيح. وانت خريجة قانون من جامعة قطر. ايوه. بالتالي هل تتفقين كل شخص فينا ممكن يكون له اكثر من باب عشان يساهم في مجتمعه؟
صحيح. أنا دائما أقول لهم الإنسان حالاته يكون عنده العديد من المواهب عشان يقدر يستغلها بالشكل الصحيح والسليم ويفيد بلاده. القدرات. أنا دائما أقول يعني دائما أقول هالدعوة، الله يعني يخليني أنفع البلاد والعباد، الله يخليني أنفع البلاد والعباد، دائما أرددها في أي مهمة أقوم فيها. فيعني أنا بعد من هالمنطلق دام أقول جامعة قطر، أنا أشكرها لأن هي استغلت فيني العديد من المهارات وعطتني الثقة. يعني بالإضافة لذلك كانت رئيسة نادي كلية القانون في جامعة قطر وعضو في المجلس الطلابي داخل الكلية. ما لحقت عليك أنا خريج قانون. كلكم زملاء في جامعة قطر. اليوم أنت تكلمتي عن جامعة قطر وهي بيئة تساعد في خدمة الشباب، لكن هناك بيئة أساسية اللي ينطلق منها الشباب وهي الأسرة. طبعاً هي الأساس. خلينا نتكلم عن دور الأسرة. طبعا انا عندي الوالدة الله يحفظهم، يعني من الصغر وانا احب اشارك واروح، يعني عندي مشاركات خارج الدولة وداخلها، فكانوا دائما الداعم الاساسي والرئيسي لي. فكانت مثلا اذا خارج الدولة الوالدة تروح معاي وتقعد معاي وتخليني ادي مهمتي بالشكل الصحيح والسليم، كله عشان رفعت اسم البلاد عالي. شرفتينا بوجودك، فرصة طيبة نلتقي فيك اليوم في هذا البرنامج. من الشباب إلى وزارة الصحة إلى صحة الإنسان، إحنا تكلمنا عن الاستثمار، ولكن لولا الصحة الإنسان ما يقدر يسوي أي شيء. لولا الصحة أنت ما تقدر أنك تتصرف بأي شيء أنت تطمح له. لكن اليوم العالمي للصحة يصادف متى؟ 7 أبريل وهو هذا اليوم، وبالتأكيد وزارة الصحة العامة لها دور مميز في الاحتفالية في هذا اليوم. خلونا نتعرف على ما تقوم به وزارة الصحة خلال هذا التقرير. الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، لو نتكلم شوي عن أهمية الاحتفال باليوم العالمي للصحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السنة 2024 7 أبريل هو اليوم العالمي للصحة، ونحتفل بهذا اليوم المهم لأن طبعا هو يوم بدأت منظمة الصحة العالمية في 1948. السنة شعار هو صحتي حقي، وطبعا هذا شيء مهم جدا. اليوم مع الوعي اللي صار في القرن 21، الحكومات صارت تهتم بالصحة كحق للمواطن، بس بنفس الوقت المواطن نفسه أو الفرد لازم يعرف أن صحته حقه هو بعد أيضا لازم يهتم فيها. فاليوم الشعار مهم، هذا الشعار يأتي دائما بشكل مميز، والسنة ضروري أن الحكومات تهتم بشعبها وأيضا الشعب يهتم بأن يهتم بصحته ويتجاوب مع الحكومة في الفحوصات المطلوبة والمتابعة المطلوب منها والكف من العادات السيئة اللي تضر بصحتها. تم تكريم سعادة الدكتورة حنان الكواري وزير الصحة العامة على جائزة أفضل وزير في العالم، نتكلم شوي عن هذا التكريم. احنا نبارك لسعادة الوزيرة الدكتورة حنان محمد الكواري هذا اللقب اللي تستحقه ما شاء الله بتعبها وجهودها، وطبعا هذا اللقب عشان يحصل في فريق كامل يعمل عليه القيادة العليا اصلا تكرم، دام في إكرام للصحة ودعم للصحة من جهات القيادة العليا نشكرهم على هذا الشيء. وأيضا دكتورة حنان كانت خير ممثل للقطاع الصحي اللي يعمل بجهد كبير خصوصا أيام الكوفيد وبعد الكوفيد، هذا العمل الجماعي اللي صار تمثل بإخلاص وتفاني عن سعادة الوزيرة نبارك لها في هذا الموضوع، وهذه ثمرة من ثمار الجهود المشتركة من القيادة والموظفين في الصحة والمواطنين لإخراج الصحة في قطر إنها من أفضل الصحة في العالم. الاستثمارات المطلوبة لتحسين البنية التحتية الصحية، لو نتكلم عنها شوي. نعم، دولة قطر قيادة وحكومة تهتم جدا في البنية التحتية، وإحنا فخورين حتى لوصول كأس العالم كان عندنا البنية التحتية ممتازة في جميع الأنواع في قطر، ولكن يهمنا في الصحة أن نستمر في التطوير الأساسي. طبعا فخورين أن عندنا أكثر من 30 مركز صحي الإنسان ممكن يصل لهم في حوالي 10 دقائق من بيته، وأيضا مستشفيات منتشرة في الدولة تصل لها ب 20 دقيقة لنصف ساعة. هذه البنية التحتية أساسية، ولكن يهمنا أكثر البنية البشرية، البشر قبل الحجر. فهذه البنية البشرية يهمنا، أن فخورين عندنا جامعة قطر فيها كلية طب وكلية صحة عامة وكلية صيدلة وكلية أسنان وأيضا كلية علوم طبيعية تساعد هذه الإنشاء الصحية في الدعم، بالإضافة إلى ويل كورنيل في كاتر فونديشن والبيولوجي في كارنيجي ميلون. هذا كله يساعدنا في خلق فرق مميزة في الصحة في البحوث لمستقبل أفضل، بالإضافة لاعتمادات صحية.
احنا فخورين كدولة قطر ان الاعتماد الصحي موجود في الحكومه وفي الخاص وايضا في السيمي جوفرمنت في الاشباح الحكوميه كلها تعتمد على الاعتمادات عشان يكون عندنا مستوى عالي من البنيه التحتيه تكون جاهزه لا سمح الله في الطوارئ اذا صار مثل امراض خطيره او حوادث تكون جاهزين. هذه البنيه قاعده تكبر بشكل تكون من افضل البنيه في العالم، فاحنا فخورين حاليا دوله قطر ترتيبها يمكن 18 في العالم في الصحه، وطموحين ان شاء الله في 2030 ان نكون من افضل 10 دول ان شاء الله في العالم في هذه الصحه. طموحنا هذه البنيه التحتيه حتكون معنا لسنين طويله، ونحب ناسس لعادات طيبه في التعليم والتطوير البحوث الى المستقبل البعيد ينظر لها العالم بشكل مميز لدوله قطر. السياسات المطلوبه لتعزيز الوعي الصحي والوقايه من الامراض، شنو اللي ممكن نوصله حق المشاهدين بشكل مفصل وبشكل بسيط؟ نعم محمد، تعيين هذا السؤال من اسئله المفضله، لان انا ماسك الامراض البرامج الوطنيه خصوصا الامراض غير معدية والوقائيه، وطموحنا دائما اليوم ما نكتفي بالمستشفيات وفي عيادات صحيه فقط لوحده، الوقايه لازم تبدا من البدايه، في ودرهم وقايه خير من قنطار علاج، فطموحنا ان هذه البرامج تصير اقوى ويستثمر فيها استثمار اكثر. لو ركزنا في البحوث تذكر لك ان كل دولار تحطه على الوقايه يعطيك حوالي من 6 ل 14 دولار توفير، فهذا الهدف في الوقايه هو توفير البلد وافضل طريق عشان تصل لاهدافك في معدل عمر اعلى للسكان وحياة أفضل وتلاقيهم في صحة أفضل حتى عندما يتقاعدون ليهم فيهم إنتاجية وعطاء أكبر ويعيشوا عمرهم مرتين بهذه الصحة اللي قدموها لنفسهم. بس طموحنا أن نساعدهم في هذا الموضوع، وأيضا أن المواطنين يكونوا يساعدونا في التقبل لهذه الفحوصات المبكرة وهذه الوعي في صحتهم، وخاصة اليوم نتكلم دائما عن التغذية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال المعدة تبيت الداء، والرياضة المهمة لأن الرياضة هي أسلوب حياة، سمو الأمير يدعم هذا الشيء، وإحنا فخورين في اليوم الرياضي اللي عندنا، وإن شاء الله يتمنى أن الشعب يكون دائما رياضي وعنده أخلاق رياضية إن شاء الله. طبعا في يوم الصحة العالمي اليوم أرجو أني أقول لكم أن أذكركم في المقولة، الصحة ليست كل شيء ولكن كل شيء بدون الصحة لا شيء، فصحتك هو الاستثمار الحقيقي أهم من أي شيء آخر، فأعطي وقت لصحتك واهتم فيها لأنها استثمار لك ولآبائك وأمهاتك ولأبنائك أيضا، فاهتم في هذه الصحة والله يحفظ مواطنينا جميعا إن شاء الله، وأقول لكم رمضان كريم. الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، شكرا لك. شكرا لكم، بارك الله فيكم. كل الشكر لزميلة عذير الثلاثيني على هذا التقرير وعلى هذه المقابلة الطيبة وعلى أيضا هذا الطرح اللي لابد يكون موجود على مستوى الإعلام، لأن احنا نتكلم أيضا عن أيام قد تحتفل فيها الدولة، لكن حلو أن احنا نوصل للجهات ونسعى أن احنا ناخذ منها كلمة. نعم، وبالتأكيد اليوم تكلم عن وزارة الصحة، واليوم الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة دائما يسعى لتقديم الأفضل من خلال إدارته ووظيفته في وزارة الصحة ونقل جميع المعلومات للسادة المشاهدين، فكل الشكر لوزارة الصحة. نتكلم عن استقرار الإنسان بصحته من جانب، وأيضا استقرار الأسرة، ونتكلم عن دور المؤسسات الاجتماعية في تعزيز وحماية أيضا الأسرة في قطر. يسعدنا أن احنا تكون معنا أيضا اليوم ضيفتنا سيدة ظبية المقباضي مدير إدارة التنمية الأسرية في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، حياك الله. الله يحييك ويبيك إن شاء الله. سيدة ظبية، اليوم حماية الأسرة هل هي تعتمد على فرد أم على جهة معينة؟ بداية أشكركم على هذا الطرح، وتحديدا الأسرة وتماسك الأسري. الأسرة وتماسكها وحمايتها لا تقع على عاتق فرد محدد، هي مسؤولية مجتمعية مشتركة، حكومية، مدنية، فردية، على الجميع. الكل يتكاتف في أنه هو يهيئ الظروف المناسبة لهذه الأسرة بحيث أن هي تكون تجابه، أو خلينا نقول يعني تصد المتغيرات الكثيرة اللي تواجهها. القوانين لها دور، الرادع أيضا لها دور، طبيعة البلد والعرف المجتمع يلعب دوره أكثر. أكيد، لاحظ إحنا في مجتمعات العربية والإسلامية تختلف طبيعة الأسرة عن الدول الأوروبية والغربية بشكل عام. ترى حتى يختلفون بين دول الخليج والعرب،
كل دولة أيضا لها عرف. صحيح، يعني لاحظ دول الخليج تختلف عن الدول العربية، الدول الشامية، عن الدول اللي في مثلا خلينا نقول شمال أفريقيا. شمال أفريقيا صحيح هي يعني يحكمها الطابع الإسلامي كإطار أساسي، لكن خلينا نقول الأعراف والعادات والتقاليد هي اللي تخلي الاختلاف الكبير في هذه الدول. بس الكل يجمع على أن الأسرة بالنسبة لل يعني للمجتمعات هي الركيزة الأساسية. لماذا؟ يعني ليش أن الأسرة هي الركيزة الأساسية لبناء أي مجتمع صحي؟ لأن أنت لما توعى أو تنشأ في بيت، يعني خلينا نقول الطفل اللي ولد في بين أب وأم، الأشياء اللي يبتدي يشاهدها، الأشياء اللي يبتدي يكتسبها، الأشياء اللي تبتدي تنغرس في عقله يعني وبصره وسمعه، هي تكون المصدر الرئيسي منها من الأب والأم، الأسرة، النواة الصغيرة، الجد والجدة، العمام والعمات. فبالتالي أنت لما تقول الأسرة هي الركيزة الأساسية، لأن أنت اللي تبتدي تغرس القيم، تبتدي تغرس وتعزز حتى الثقافة المجتمعية، الجانب الشرعي من اللي يغرسها فيك. الوالدين لما يشوفون الأبناء أمهم وأبوهم يصلون، لما يشوفون أمهم وأبوهم يتناقشون، لما يشوفون أمهم وأبوهم لما يبتدون يقررون شيء، شلون آلية النقاش اتخاذ القرار فعلا فهم الأساس. احنا تكلمنا الحين عن إطار عام، وقد تختلف أيضا من دولة إلى دولة. شفت تقرير جميل إخواننا والزملاء في القبس انتشر بالأمس عن الأسرة الكويتية، اللي الإعلام قد يعني يبرز جزء والجزء الآخر. صح. يبرز الكل. صح. لكن هي الفكرة أنهم صوروا في أحد المساجد، تبارك الله عدد كبير من خواتنا اللي مليين المساجد بحضورهم. فإحنا نتكلم عن المجتمع قد يكون محافظ، قد لا يظهر للإعلام، ولكن حلو هذه الصورة توصل. صحيح. أن إحنا نتكلم عن مجتمع محافظ، لكن هذه طبيعته وهذا أصله. لاحظ أخوي، ليش إحنا نقول الأسرة؟ ما أنت لما تخلي الأفراد داخل المحيط الأسرة يبتدون يبرزون، أنا انعكاس لبيتنا، والثاني انعكاس لبيته، والثالث انعكاس لبيته. أنت تنشر مفهوم معين داخل المجتمع، قد يصادف في كاميرا، قد يصادف في مؤتمر، قد يصادف في حضور إعلامي، قد يكون في محفل عام. أنت الشخص لما يوقف، أنت تعطي العالم انطباع عنك. إحنا دائما نقول حق أبنائنا، أنتم سفراء لما تكونوا خارج بلدكم أو خارج بيتكم، مش خارج بلدكم. هذه بعد هذه الأقرب. يعني أنت الأقرب لما تطلع من بيتكم، سالفة اللي مثلاً يعني وين كانت؟ أنت سفير لأسرتك. تقط شيء في الشارع، إنك أنت تغلط على واحد كبير في السن، أو إنك تتعمد إنك تسيء لحد، ترى هاي كلها انعكاسات لثقافة أنت جاي منها. فعشان شيء دائماً أكد على الأب والأم هم القدوة. إذا أنا عيالي ما يشوفون أنا شو أسوي وهو بالشكل الصحيح، ما راح يتعلمون من حد من برا. سيدة ضبية، أنت اليوم وأنت مديرة إدارة التنمية الأسرية، وتركزين على أهمية الأسرة، وفهمنا أهمية الأسرة. إذن الاستقرار الأسري، التماسك الأسري مهم جدا للمجتمع. صحيح. خلنا نتكلم عن هذا النقطة. لاحظ لما يكون البيت اللي أنت فيه بيت طبيعي، احنا ما نطلب المثالية، بيت طبيعي فيه نقاشات، فيه شد، فيه خلافات، فيه اختلافات. لاحظ فيه خلافات وفي اختلافات، الاثنين يعنون تنمية في شخصية الأبناء. أنا لما أشوف أن أمي وأبوي يختلفون على أمر، بس اختلاف حضاري لا يولد خلاف. بالضبط. لما أنا أشوف أمي وأبوي يقعدون يناقشون، هذا يعطيك أنت سمة الشخصيات اللي راح تطلع داخل البيت للمجتمع لاحقا. أنا بكون أعطيتهم قيم، أعطيتهم أسلوب للتحاور. صح. أعطيتهم أسلوب لحتى احترام آراء الآخرين وإن كانت مغايرة لهم، يكون عندي حتى توافق بيني وبين نفسي، أن أنا ما أكون أحاول أني أقارن نفسي بالآخرين، لأن أنا تربيت في بيت. صح. أنا لي مكانتي، لي خصوصيتي، فبالتالي أنا لا أسعى للمنافسة مع الآخرين، أنا أسعى المنافسة مع نفسي. هذه اللي إحنا دائما نطلب من الأهالي إنه يشتغلون على عيالهم فيه، عزز ما تقدر عليه داخل أبنائك، لا تقارن بالآخرين. الحلو عندنا في الدوحة، أنا دائما أسمع هالكلمة، إنه والله في جينات يتورثونها من آبائهم، ولا هذه ماخذة على أبوها ولا علمها. الجينات مش الجينات، هي الجينات الأخلاقية. شوف، بعد قلنا الجينات الحقيقية، الجينات الحقيقية أنت إذا قدرت تطوعها وتوفر لها بيئة صحيحة،
ما راح تعطيك الجانب السلبي. يعني ممكن ان هما يتورثون الاخلاق، ممكن يتورثون الاخلاق، ممكن يتورث، لان لاحظ انت الاخلاق يتورثونها ما راح تكون عن طريق الجينات كثر ما هي بالمشاهده وبالتعلم والاكتساب. انت عيالك مثلا حتى احنا لما نتكلم عن الاضطرابات، في بعض الاسر عندها اضطرابات معينه، ليش تبرز في بيئه معينه وليش الناس الثانيين ما تبرز؟ ايه؟ لان انا عارف ان انا عندي مثلا مشكله صحيه، احاول اني اهيئ الظروف المحيطه للي ما تخليها تظهر، اقلل على الاقل من ظهورها او لا تظهر نهائيا. معناتها من اللي بيسوي هالعمليه؟ الاسره. الاسره لما تكون هي عارفه ان مثلا والله الولد عنده قلق زياده او عنده خوف زياده، لما انا اوفر له بيئه ملائمه وراعي هذه الامر، ما راح تلاقي شخصيته ضعيفه ومهزوزه لان انت وفرت له، مع ان ترى عنده جين. اليوم انتم كوزاره التنميه والاجتماعية والأسرة، دوركم في حماية الأسرة ودعم الأسرة؟ والله شوف، احنا نحاول قصارى جهدنا بشتى البرامج والفعاليات اللي تقام، بالنشرات، بالحضور الحي في الميدان في الفعاليات الخاصة بالأسرة. حلقة يعني نقاشية كانت عندكم، حلقة نقاشية فعلا كان عندنا بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، كان الشعار الأساسي لها حماية الأسرة وتقوية أواصرها. كان الشعار الهدف منه تعزيز دور الأسرة، وكانت بالتعاون مع وزارة الخارجية ومركز وفاق ومركز أمان والمسلع للقضاء وجمعية المحامين، كانوا نخبة من الأخوان والزملاء اللي تكلموا كل حسب مجاله عن الأسرة وشلون إحنا نقدر نحافظ عليها ونعطي المفاتيح الرئيسية للأسرة إنها تطلع من هذه التحديات الكثيرة. رمضان ترى فرصة كبيرة إن إحنا نجتمع مع العائلة. فعلا أنت مو بتقول لي مشغول ولا بتأخر، لا أنت عندك وقت فطور، عندك فعلا. سبحان الله، حتى الأذان اللي يخلي ناس غير أنها تصلي يخلي الإنسان أيضاً يلبي النداء للعائلة نفسها. سبحان الله، هذا شيء طيب. يعني شوف، أنا دائماً أقول لهم إحنا ممكن نخلي بداية شهر رمضان الكريم إحنا انطلاقاً، لأن إحنا نعيد التوازن لكثير من الأشياء اللي طوال العام إحنا قاعدة تنفلت منه، وبنفس الوقت إحنا نوال الاستمرارية، إن إحنا نخلق وقت معين نقعد فيه مع بعض تحاور انتشاور، مثل ما إحنا حالياً في رمضان في جمعات أوقات معينة نأخذ رأي بعض فيها. صحيح. إذن يعطيكم العافية وشكرا جزيلا على ما تقومون به في خدمة الأسرة. على عجالة، توصيات أخيرة. دائما نقول نحن في الأول والأخير عندنا الإطار الرئيسي إحنا مسلمين، والإسلام يعني حافظ على الأسرة. لو إحنا قدرنا نحن نحافظ عليها من منطلق ديني ومن منطلق اجتماعي، راح نقدر كثير نطلع من هالتحديات الكثيرة اللي تواجه الأسرة. شرفتينا أستاذة ضابية المقبالي على وجودك معنا اليوم. لي الشرف. إذن كل الشكر لمديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ضابية المقبالي على ما عرفتنا به من دور الوزارة. مشاهدين الكرام، نطلع في هذا الفاصل ومن بعد نواصل باقي فقرات البرنامج، ابقوا معنا. عدنا لكم من جديد نتواصل، وهذا التواصل مهم لما احنا نشوف علاقة الإنسان بالآخر عن طريق الأدب. مش كثر مهمة لما أنا أتعامل معاك وتبين ثقافتي. بالتأكيد، واليوم شفنا حتى على مستوى الدولة في افتتاح كأس آسيا قطر 2023 يوم قصة كليلة ودمنة، شفنا أن الثقافة مهمة جدا، فهي هي لغة الشعوب. هبة مشاري حمادة، هبة مشاري حمادة تمتلك كثير من المقومات في الكتابة، وتبارك الله كل فترة توظفها بشيء، مرة بمسلسل درامي، مرة عن طريق فيلم، مرة عن طريق أيضا مشهد قد تراه وتنعجب فيه أو على مستوى مسرح الطفل. هذا من جانب، لكن من جانب قطر نفخر اليوم لما احنا نشوف كوادر مثل محمد سلعان، وهو أيضا من الشخصيات اللي تبارك الله كان لها الدور. محمد بن سلعان المري له دار نشر جديدة بعنوان دار نبراس للنشر والتوزيع، فنبارك له.
هذه الدار، وإن شاء الله تكون بداية خير لك وللأدب في قطر. نعم بالتأكيد، وهذه تعتبر إضافة للثقافة القطرية. خلونا نتعرف وياكم مشاهدينا الكرام على دار نبراس من خلال هذا التقرير. سراج نحو المعرفة إشارة أن هذا الشخص يقود أو يضيء طريق للمعرفة. نحمد الله على هذه الانطلاقة لدار نبراس للنشر والتوزيع الذي اخترنا لها شعار لفظي نبراس سراج نحو المعرفة، سائلين المولى أن تصبح فعلا نبراس وسراج ضمن دور النشر القطرية في هذا المجتمع القطري الداعم للحركة الثقافية التي تقوم بها وزارة الثقافة، مشكورين. إن شاء الله سنكون أول مشاركاتنا في معرض الدوحة الدولي للكتاب القادم في شهر 5، بحيث ستصبح دار نبراس كطموح نطمح له أن تكون إضافة للحركة الثقافية والمعرفية والأدبية للدولة في هذا الجانب. تفتح دولة قطر دائما المجال نحو المعرفة والثقافة لكل الشعب القطري والمقيمين. على هذا المنطلق ولدت دار نبراس بهذا اليوم، وهي دار تسعى إلى المشاركة الجميع القراء والكتاب المعرفة والقراءة، تسعى لنشر المعرفة والثقافة بشكل دولي وعالمي إن شاء الله. حقيقة أني فرحت جدا، خاصة أن عنوانها عنوان مميز، سراج نحو المعرفة، وكم نحن نحتاج إلى هذه السرج التي تضيء وتحرر عقل الإنسان. نحتاج إلى إعادة العلاقة مع الكتاب. تحرير عقل الإنسان يحتاج إلى علاقة مميزة مع الكاتب والكتاب والكلمة، خاصة ونحن أمة اقرأ التي تميزت بأنها تنشر الفضيلة. صراحة نشكر على الجهود المبذولة وعلى دعوته لنا ودعمنا كشباب قطريين مؤثرين في بعض من مجالات الثقافة، ونطمح للأكثر إن شاء الله. والله الحمد، اليوم كان انطلاقة طيبة وجميلة لنبراس اللي يجمع مثقفين من قطر كلهم لديهم أدب وفكر، فينقلون هذا الأدب والفكر عبر نبراس. دار نبراس هي دار جديدة من بين دور سابقة جات، ولكن الفرق فيها إنها قائمة على شباب. تقدر تقول إن الدار هذه لها بعد آخر، هي أشبه بالمركز الثقافي مش فقط دار. كان في مزيج كبير بين القامات الأدبية الموجودة، سواء كشعراء كأدباء ككتاب ومؤلفين، بين شباب وصغار سن أو حتى كبار سن، وهذا أمانة كانت بداية جميلة. طبعا نتطلع إن شاء الله، أنا ممكن على المستوى الشخصي قد يكون لي مؤلفات مستقبلية، وإذا بتكون انطلاقة فمما يشرفني هتكون عبر دار نبراس. راح تفتح آفاق للراقبين في نشر الكتب أو كذلك المجلات الخاصة فيهم. أنا بالنسبة لي أكبر محفز لي بحيث أني تبدأ خطوتي الآن بنشر الكتب الخاصة اللي صار لها سنوات كثيرة أنها تنشر في هذه الدار بإذن الله إن شاء الله. إحنا ما نكتفي بما تصدره الدار، إحنا نختار أيضا وننتقي كل ما هو جميل ويخدم المجتمع وحاجته المجتمع في مختلف المجالات، وأن تكون نبراسا يضيء ويرشد العقول إلى دروب العلم والمعرفة. نسأل الله أن الله يجعلنا على قدر هذا الطموح وهذا الحلم. خلني أنا بقول اسمي إذا أنت طيب. أذن لكم من جديد، شكراً لإخواننا محمد بن سلعان المري، شكراً لكل شخص قاعد يعطي الكتاب أو الأدب حقه، والوعد إن شاء الله في معرض الكتاب. لكن من جانب المعرض احنا نتكلم اليوم عن الإنسان نفسه، وين ما كان ممكن يكون له الأثر الطيب، وهذه فكرة جداً مهمة. لما أنت تعرف كل خطوة أنت تخطيها يكون لك أثرك على مستوى عملك أو على مستوى حتى النية الطيبة ممكن تنغرس في العمل نفسه.
نعم بالتأكيد، واليوم نشوف بلادنا الحبيبة قطر وهي حاضنة لمثل هذه الشخصيات، وإن اختلفت في الأعمار وفي الأجناس، اليوم عندنا مثال للإنسان وأثره في المجتمع، وإن كان صغير سن إلا أنه كبير بكلامه، كبير بعقله، كبير بحفظه. خلونا اليوم نرحب بضيفنا الكريم الداعية الصغير عمر غنيم عامر. صباحك الله بالخير. صباح السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تبارك الله من حفظت القرآن وبهذا العمر، من عمر السابعة واليوم عمرك 13 سنة، كيف بدأ المشوار لحفظ القرآن؟ والله العظيم أنا بدأت لما كان عمري 4 سنوات، دخلت في تحفيظ عاصم بن أبي النجود، كان مديره الشيخ أسامة عبد الوهاب، فمن هنا بدأ المشوار. وكان الوالدين حفظهم الله كانوا دائما يساعدونني في حفظ القرآن الكريم، لأن الوالد تبارك الله أيضا يصلي وهو إمام. نعم. في أحد مساجد نجمة. نعم. فأنت خذيت منه نفس الأمر. من هنا بدأ المشوار إلى أن جاءت البلاء كورونا، فاستقرنا في البيت وبدأ الوالد حفظه الله يحفظنا القرآن وكذلك الوالدة. ثم بعد ذلك ذهبت إلى مركز أبو بكر الصديق للشيخ إيهاب حفظه الله، ويعني أنا أكملت مشوار في هذا التحفيظ. جميل. مشوار جميل. جميل جميل جدا. قبل ما نخوض معاك في حديثنا الجميل، نبيك تعطر مسامعنا احنا والسادة المشاهدين بآيات من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. وشنو تعلمت من الوالد شيخنا محمد؟ والله العظيم تعلمت منه أولاً الأداء في تلاوة القرآن الكريم، وأيضاً أداب حامل القرآن الكريم. فمن أداب حامل القرآن الكريم أن أتحلى بأخلاق القرآن. الله. فهذا يعني وتعلمت الكثير من الوالد حفظه الله. جميل. خلنا نتعرف على أخلاق حامل القرآن. أخلاق حامل القرآن كما قلت قبل قليل أنه يعمل بما جاء في القرآن الكريم. فمن أداب حامل القرآن أن يكون قبل مسك المصحف أن يكون طاهرا متوضئا، وأيضا أن يكون لطيفا في التعامل. لا يسب، لا يشتم، لا تكون ألفاظه بذيئة، تكون أخلاقه حميدة. نعم. التقيت فيك وكان لي شرف ذلك في مدرسة الخور. نعم. وكانت مسابقة المؤذن الصغير الدولية. صحيح. وتبارك الله كان العدد كبير من داخل قطر وخارجها وعلى مستوى مدارس الدوحة. ولكن نتكلم عن وجودك في هذه المسابقات، شو اللي غير فيك؟ شو اللي أضفته؟ أنا الحمد لله شاركت في مسابقات كثيرة، فمنها مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم، وأيضا مسابقة كامبريدج للقرآن الكريم، ومسابقة أشبال التفسير، ومسابقة المحدث الصغير، ومسابقة كثيرة، والحمد لله دائما ما أحصل على المراكز الأولى. أنا استفدت من هذه المسابقات أن هذه المسابقات تحيي روح التنافس بين الحفظة لكتاب الله عز وجل، وايضا تربط الاجيال المسلمه بكتاب الله عز وجل. الله، كلام شيء جيد. جميل جدا. يعني خلينا نتكلم على مسابقه الاذان، ابي اسمع صوت الاذان. الله اكبر الله اكبر
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نفع الله بك أمين. بارك الله فيك شيء جميل طبعا تو مؤذن الظهر فكأننا نسمع صلاة أذان الظهر صوتك صح؟ هل سبق وأذنت في مساجد في قطر؟ نعم يعني الوالد حفظه الله كان دائما يسمح لي ان كان المؤذن لم يكن موجودا انا اؤذن بدل المؤذن واذا كان موجود تستاذنه منه نعم احيانا صحيح في موقف ذكر الوالد ان انت خذيت مكان الخطيب مره 2000 وكم هذه السالفه اعتقد والله كان عمرك 7 سنوات ربما صحيح ايوه شلون انت خطيب يعني ومصلين موجودين شلون جيت وخذيت مكانه خطوة جريئة يعني أنا لم يكن يعني وقتها لم يكن في بالي الذين كانوا أمامي كنت أخطب يعني لا لم يكن همي الذين أمامي هل يسمعوني ولا هل فأنت كنت جالس أمامه في السطر الأول بعد ذلك شنو صار عندما نزل الخطيب يعني من المنبر وانتهى من الصلاة أنا على طول طلعت على المنبر وبدأت في إلقاء الخطبة شنو قلت عن شنو كان الموضوع أعتقد كان عن تفسير سورة البروج حلو ترى انك تفسر القران وتاخذ منه القصص الموجوده فيه زين يعني اخوي عمر اخوي الصغير وانت كبير قدر وكبير في حملك لهذا القران الكريم تطمح الى ماذا في المستقبل ان شاء الله ان اكون طبيبا جراحيا وان اكون باذن الله امام الحرم المكي ان شاء الله ما شاء الله ثاني شخص انا اقابله من حفظه القران او ثالث يميل للطب ليش تختار الطب في ظل ان انت ايضا لمش كليه الشريعه انا اقول لك دائما الشفاء يكون بالقران الله فدائما حامل القران لما يكون طبيب لما يكون حامل القران دائما بيقرا على المريض القران فيشفى باذن الله عز وجل فانت تروح تشفي الناس بالجراحه الاخرى نعم جميل جدا يكون طبيبك حافظ للقران وهو يعني أثناء معالجتك يقرأ القرآن كل الشكر لولدنا عمر أغنيم عامر الداعية الصغير كل الشكر لك ومر رمضان بأيامه بالعبرة دائما بالأثر اللي ممكن يمتد إلى ما بعد ذلك رمضان بيكمل وياك بالأعمال اللي تبقى فيه فإحنا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم ونختم بهذا الدعاء اللهم اختمه لنا برضوانك والعتق من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين وعده علينا أعوام عديدة ونحن في أتم الصحة والعافية وادم علينا نعمة الأمن والأمان في بلادنا الحبيبة قطر ربي يحفظكم مع السلامة فما الله شكرا لك شرفت